سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي كان يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم أن نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن المصلي قبل أن يبدأ في الصلاة يأتي بشروط الصلاة، تقدم معنا الإسلام والعقل والتمييز، وقلنا التمييز ليس البلوغ، التمييز هو التفريق بين الأشياء. فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم، إذا كان يميز أي يفرق بين الأشياء. إسلام وعقل وتمييز، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وستر العورة. وأكثر ما يكون خلل عند من يلبس البنطال عندما يصلي، قد تكون الصلاة باطلة، فلا بد أن فماذا تصنع؟ تحتاط قبل الدخول في الصلاة حتى لا تنكشف العورة من الخلف، سواء كان حال الركوع أو حال السجود. وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: البدن والبقعة والثوب، فلا يصح أن يصلي في الحمام مثلا، ودخول الوقت واستقبال القبلة. استقبل القبلة بعد أن توضأ وستر العورة وأتى بالشروط. أقل ما يقال في السترة، هل يجعل له سترة؟ نعم، هذا أقل ما يقال في السترة، أنها سنة مؤكدة، إلا إذا كنت تصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فيجعل له سترة. الإشكال عندنا اليوم في بعض المساجد، يعني بعض الناس هدانا الله إياه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، بعض الناس هدانا الله وإياه أول ما يدخل يبقى آخر المسجد، هذا لا يريد الأجر، يعني فعله هذا دليل لا يريد الأجر، يا أخي يتقدم إلى الصف الأول ويصلي فيه، هذا إشكال. إذا الإشكال الأول عند دخول بعض الناس إلى المسجد يتأخر ويبقى آخر المسجد ويصلي بلا سترة، تقدم، ماذا تصنع؟ الأصل أن تتطهر في بيتك، هذه السنة، ولا يؤخر الطهارة إلى المسجد، ثم يمشي أو يركب لا إشكال، لكن عندما يمشي ويأتي المسجد يأتي وعليه السكينة والوقار. السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، يعني لا يأتي وهو يجري، أو يأتي وهو يتكلم بالجوال ويرفع الصوت، أو يكثر من الالتفات والحركة. فإذا دخل المسجد قدم الرجل اليمنى وذياء بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب، وبخاصة في صلاة الجمعة يتقدم إلى الصف الأول. فإن كانت الصلاة قد أقيمت والناس يصلون دخل معهم، وإن لم يعني تكن الصلاة قد أقيمت ماذا يصنع؟ بعض الناس هدانا الله إياه، هذا الإشكال الثاني، إذا دخل إلى المسجد يظل واقف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن هذا مجرد أن يدخل يصلي، البعض يقول لا، إقامة الصلاة قريبة، قد تبقى دقيقة واحدة على إقامة الصلاة، يا أخي صلي تؤجر على هذا. فإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية تتمها خفيفة، يعني دون إخلال. الشيخ عنده عرق النساء، شيخ نسيت، شيخ إبراهيم عنده عرق النساء،
ما عندكم مشكلة، ما عندهم مشكلة، مأجور نعم لو يقف إلى المغرب إن شاء الله. فماذا يصنع؟ يصلي، يدخل ويصلي. إن أقيمت الصلاة وهو في الثانية يتمها خفيفة، وإن كان في الأولى يخرج من الصلاة بلا تسليم. البعض يقول لابد يخرج بتسليم، لا، يخرج من الصلاة بلا تسليم، مفهوم؟ طيب، يضع سترة، يستقبل القبلة، وضع الرجلين حال القيام. استقامة الرجل تعرف من الخارج لا من الداخل. هنا هنا على الطاولة قرب. هذه هي استقامة الرجل. ادخل هنا شوي، ادخل ادخل. لا ما يختل ان شاء الله. اي الحمد لله. فاستقامة الرجل تعرف من الخارج لا من الداخل، يعني ترى الرجل الآن هكذا كأنه فيها شيء انحناء من الداخل، لا تنظر إليها من الداخل، تنظر إليها من الخارج على هذه الاستقامة. هذا وضع الرجلين على الأرض بمحاذاة المنكبين. الأخطاء في وضع الرجلين على الأرض، يفرج فرج أو يضم الأخير أو يفتحهم هكذا أو يجعلهم هكذا الأكثر. أي نعم، فلا بد أن تكون على استقامة البدن وينظر إلى الخارج لا إلى الداخل. أين ينظر المصلي في حال القيام؟ في أحوال الصلاة كلها ينظر إلى موضع السجود. وسوف يأتي معنا أن الالتفات اليسير عن القبلة مكروه، والالتفات الكثير محرم، بل قد يكون مبطل للصلاة. إلا حال التشهد ينظر إلى إصبعه ويحركه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يكبر تكبيرة الإحرام. ذكرنا القيام، أن القيام ركن من أركان الصلاة. إذا استطاع القيام لابد من القيام، إن لم يستطع القيام مقعد يصلي وهو جالس. أما النافلة يصح أن تصلى حال الجلوس، لكن يأخذ نصف أجر القائم. يكبر تكبيرة الإحرام ويرفع اليدين. إذن هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ لا، تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر. يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، مضمومة الأصابع، متجه بباطن الكفين إلى القبلة، حذو الأذنين، محاذاة الأذنين أو حذو المنكبين. الأخطاء في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام: يفرج الأصابع أو يجعلها هكذا، أو يمس شحمة الأذنين، أو يكبر هكذا حذو أعلى الرأس أو حذو السرة يكبر. هذه أخطاء في تكبيرة الإحرام. يصح أن يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، أو قبل أو بعد، لا إشكال. ثم بعد هذا يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعد، يعني الباطن يضع هنا على المفصل، يضع هذا البطن على هذا المفصل هكذا. هذا هو الوضع، وهذا هو القبض. إذن إما أن يكون وضع هكذا أو قبض هكذا. الأخطاء في وضع اليدين: أين يضع يديه؟ على صدره. لا، ضم رجلك شوي، ضم ضم. الأخطاء في وضع اليدين: يضعها أمامه هكذا أو يسدل أو يضعها على أسفل السرة أو على السرة أو على قلبه أو على نحره هكذا
أو على خاصرته. بعض الشباب هدانا الله إياه يعني يسأل أسئلة والله ما أدري. جاني طالب يوم وقال أين أضع اليدين؟ قلت على صدري. طيب قال وأين صدري؟ قلت ارجع إلى الطبيب، أنا هذا ما أعرفه. نعم سبحان الله. طيب إذا هكذا وضع، كيف يضع؟ خطأ. قلنا لابد البطن هذا يقع هنا 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 على هذا. أي نعم هذا هو الوضع، أو قبض هكذا. طيب ماذا يصنع الآن؟ يقول دعاء الاستفتاح. أخذنا فيما تقدم أن دعاء الاستفتاح سنة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو ينوع ويأتي بذكر ثاني. لابد للمصلي أن يستقبل القبلة، إذا صلى إلى هذا الاتجاه الصلاة باطلة، ولهذا الاتجاه الصلاة باطلة. نعم أرجع. هل يصح إذا كان ينحرف شيء يسير عن القبلة هكذا، يعني ينحرف شيء يسير عن القبلة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ قلنا أن الصلاة صحيحة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا باعتبار حال أهل المدينة، وقال في حديث آخر بل شرقوا وغربوا، فالانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر. طيب بعد أن يقرأ دعاء الاستفتاح يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وقلنا لابد من قراءة الفاتحة كاملة بآياتها مرتبة وكلماتها وحروفها وحركاتها، ثم بعد هذا يقرأ سورة أو ما تيسر من القرآن. قراءة السورة سنة، هل يبسمل؟ هل هنا يستعيذ؟ لا يستعيذ، تكفير استعاذة الأولى. هل يبسمل؟ يبسمل إذا أراد أن يقرأ من أول السور، أما إذا أراد مثلا أن يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه يقرأ مباشرة دون بسملة. فإذا انتهى من القراءة سكت سكتة لطيفة، ثم بعد هذا يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين كما صنع في تكبيرة الإحرام ويركع. الركوع يقبض على ركبتيه ويجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. لا تنزل مع استقامة واحدة على الرأس، يقبض على ركبتيه ولا يثني المرفقين. الأخطاء الآن إذا ثنى المرفقين انثنى الظهر، أو يقبض على فخذيه، أو يقبض على ساقيه، أو يطأطئ الرأس، أو يرفع. نعم بس انت بس لا خليك كذا. ماذا يقول في ركوعي؟ من يعرف؟ والبقية ما يصلوا؟ سبحان ربي العظيم. كم مرة؟ مرة واحدة وجوبا، لابد أن يقول حال الركوع مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد. المرة الثانية سبحان ربي العظيم وهكذا، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لو قال في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولم يقل سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فقد ترك واجب من واجبات الصلاة. إذن يجب على المصلي أن يقول مرة واحدة في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم يزيد بما ورد. أركع. الآن بين الركوع وبين الرفع وبين الاعتدال يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده.
سمع الله لمن حمده. هذا الفعل خطأ، لأن الآن قول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين هو مقام تكبيرة الانتقال، لا بد أن يكون بين الركوع وبين القيام، يعني وهو يرفع الآن يرفع اليدين سمع الله لمن حمده. فإذا استقام الآن هنا قال ربنا ولك الحمد، يعني الآن بين الركوع وبين الرفع يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده، لا ما يصح. وأنت ترفع ارفع يديك مع قول سمع الله لمن حمده هكذا. فإذا استقام هنا يقول ربنا لك الحمد، أكثر الناس إلى من رحم الله متى يقول سمع الله لمن حمده؟ إذا استقام هنا اركع لا ترفع اليدين، يرفع الآن هنا وبعدين إذا استقام يقول سمع الله لمن حمده، خطأ. هنا مكان قول ربنا ولك الحمد، ويستحب له أن يزيد بما ورد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذا لابد وجوبا أن يقول ربنا ولك الحمد ويزيد بما ورد، ثم بعد هذا يسجد. أكثر ما يكون خلل في السجود، لا يمكن الأعضاء السبعة من الأرض، الجبهة والأنف هذا عضو، وباطن الكفين والركبتين، وباطن أصابع الرجلين، ويجعل أصابع الرجلين جهة القبلة. إذا لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرص عقبيه. الذي لا يستطيع أن يضع الرجلين هكذا ماذا يصنع؟ يتدرب قبل الصلاة، يعني يجلس هكذا يجلس هكذا يجلس هكذا، يعود رجليه على هذا الوضع، يعني هذا خارج الصلاة الآن يتدرب على هذه الصفة خارج الصلاة، يجلس هكذا ويسجد ثم يجلس خارج الصلاة يتدرب على هذا الجلوس مع السجود، مفهوم؟ إذن باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرص عقبيه، ويجعل باطن الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، يضم أصابع اليدين ويتجه بها إلى القبلة، يجعلها حذو الأذنين حذو المنكبين على الأرض، يجافي بين أشياء ثلاثة الساق والفخذ والبطن والفخذ والإبط، هنا يجافي. الأخطاء في السجود، عندنا أخطاء كثيرة في السجود، انكشاف العورة عند من يلبس البنطال وتكون الصلاة باطلة، يفترش ذراعيه على الأرض يرفع الرجلين هكذا، يجعل أطراف الأصابع أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى أو يرفعهما أصلا، لا يضعهما على الأرض، يجعلها مرتفعة هكذا. أي نعم موجود هذا. طيب اجلس. لا أو ينضم ينضم هكذا، يعني هذه الصفة تصح عند الزحام لا إشكال. أو يمتد ما يستطيع، يمتد حتى ترى كأنه نائم، هذا ليس بالسجود. نعم خلاص اجلس. ماذا يقول في سجوده؟ سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدعو حال سجوده؟ نعم. مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين، حال السجود وقبل التسليم.
بماذا يدعو؟ الأولى أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أدعية جامعة مانعة. والله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء ومنه الدعاء. أي شيء تريد من أمور الدنيا أو الآخرة تجد له أصل. دعاء قليل ويجمع خير كثير. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ما تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو، توحيد، تحب العفو، توحيد، فاعفو عني. فاعفو عني في ماذا؟ في بدني، في مالي، في ولدي، في زوجي، في القبر، في الدنيا، في الآخرة. لو تتعب حياتك كاملة والله لن تجد مثل هذا الدعاء. كل شيء تريد من أمور الدنيا والآخرة تجد له أصل لابد. هذا يريد الزواج مثلا، يدعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذي يريد وزيادة زوجة والولد والمتقين إماما ومن المتقين. طيب الآن عندما يسجد يلبس طاقية أو غترة، هل يظهر الجبهة أو يسجد على المتصل بالمصلي؟ إذا سجد على الطاقية أو على الغترة وكانت تحول بينه وبين الأرض التي يسجد عليها هذا مكروه، إلا إذا كان هناك يعني ما يمنع من السجود على الأرض بالجبهة، كأن تكون الأرض يعني صخرية أو فيها يعني شدة حرارة أو شدة برودة ثلج ولم يكن له شيء يضع على الأرض. فالأصل أنه يرفع ويظهر الجبهة حتى يمكن الجبهة من الأرض، ولا يسجد على متصل، يسجد على منفصل، سجادة أو قطعة قماش لا إشكال، لأن هذا منفصل عن المصلي. هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ يعني قال أنا لا أعرف اللغة العربية أريد أن أدعو باللغة السويدية، هل يصح أن يدعو بلغته؟ نعم يصح ولا إشكال، لكن بشرط واحد، ألا يغير الأسماء الحسنى. يعني يقول يا الله، ولا يصح أن يقول مثلا يسمي الله بقاد. قاد ليس من أسماء الله، هذا إلحاد. نعم هذا الأخ اسمه جمعة، أين؟ في اللغة العربية اسمه جمعة، وفي اللغة الإنجليزية اسمه جمعة، لا يتغير ولا يمكن أننا في اللغة الإنجليزية نسميه فرايدي، ما يمكن. الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات، فالإلحاد في أسماء الله أن نغير. وهذا اللي تسمع من بعض الناس ويدعي يعني أنه كذا أو ماي جاد، هذا ما يصح. إله يعني الله أعلم إيش الإله، صح؟ يعني نعم ما تدري ما هذا الإله، ما يصح. تقول يا الله يا رحمن، فيصح أن يدعو بلغتي بدون أن يغير الأسماء الحسنى. مثاله بالروسي بالسويدي يقول يا الله اغفر لي، ولا يصح أن يقول الحمد لله. بعد هذا يجلس، أيضا إشكال في حال الجلوس، باطن أصابع الرجل اليمنى على الأرض ويفترش اليسرى ويجلس عليها ويضع أطراف الأصابع في نهاية الفخذ
عند الالتقاء مع الركبة، وكذلك الثانية يضم متجه بها للقبلة، ينظر موضع السجود على ما ذكرنا، يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا، ويزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. هل يصح أن يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات؟ لا يصح، هذا من البدع. قال أريد أن أدعو لوالدي، أدعو لوالديك في السجود. أما هنا هذا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء رب اغفر لي ما يصح. بعض الناس هدانا الله إياه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر بدعة. قال ما أشكر الله، أشكر الله، لكن هذا الموضع لا يصح فيه أي شيء أن تزيد. قال الزيادة خير، نقول من قال خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخطاء في حال الجلوس بين السجدتين، يرفع هذه يجعلها كذا الرجل دون أن يضع أصابع أو إحدى رجليه على الأخرى، أو ينصب الرجلين ويجلس على إليتيه، هذا لا يصح أن يجلس على هذا الصفة، أو أجعله في الخارج. شوف جرب أنك تجلس إن شاء الله، الحمد لله أنك ما تعرف. طيب ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية، ثم بعد هذا يقوم إلى الركعة الثانية. يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليست كالأولى في تكبيرة الإحرام. هل الثانية فيها تكبيرة إحرام؟ لا، لكن فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى القيام، يكبر. كذلك الثانية ليس فيها دعاء استفتاح، كذلك الثانية ليس فيها استعادة على قول بعض العلماء. فإذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلس للتشهد، يشير بإصبعه وينظر إليها، التحيات لله والصلوات والطيبات. تحريك الأصبع بعض الناس يرفع ويخفض، هذا لا يصح، أو يحلق هكذا يحلق أيضا لا يصح، مفهوم؟ طيب فإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر، هذا هو التشهد الأخير وهو ركن، يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ويستعيذ بالله من أربع ويدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. الأخطاء في التسليم، أن يحرك يديه في اليمنى يقول هكذا وفي اليسرى يقول هكذا، أو يضرب على فخذيه كما يصنع الرافضة، أو يطأطئ الرأس يصنع هكذا أولا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يصنع هكذا ثم السلام عليكم ورحمة الله. نعم، أو ينحرف بمنكبيه عن القبلة، يعني يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا يصح، والسلام عليكم ورحمة الله. فإذا سلم أتى بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الأذكار، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول المنزل وغير هذا من الأذكار، نعم تحافظ عليها. إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعصر والظهر والعشاء، يقوم للثالثة ثم يجلس للتشهد الأخير
ويتورك يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعيه ويجعل الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى وينصب اليمنى. هذه الصفة من الصفات، عندنا صفات ثلاثة للتورك. نعم، جزاك الله خير، الحمد لله. يبقى معنا إشكال طويل عريض ويشكل على كثير من الناس، هل ينزل على اليدين أو على الركبتين؟ هل يقبض بعد الرفع من الركوع أو لا يقبض؟ هل يصنع كذا أو لا يصنع كذا؟ فهذه المسألة ماذا نصنع؟ الإنسان إذا كان يستطيع أن يبحث هذه المسألة بحث يعرف فيه مصطلحات العلماء وكيفية الترجيح فهذا لا بد أن يبحث، لكن الذي لا يعرف ولا يعرف الترجيح من الأدلة ماذا يصنع؟ يبحث عن إمام عالم يثق في دينه وعلمه ويأخذ بقوله مؤقتا كالأكل من الميتة حتى يفتح الله عليه ويستطيع أن يبحث. لأنه الآن لو أراد أن يبحث مثلا ينظر في كلام العلماء، هذا نص عام وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا كذا وهذا كذا، هو لا يفهم هذه الأمور، ثم تجده هو في نفسه يتناقض، مرة يصنع هذا ومرة يصنع هذا، وأحيانا يصلي بصلاة الذي بجانبه. إيه نعم، ينظر. لأنه قال لي أحد الشباب هدانا الله إياه، قال والله أتعبون الشباب، أنزل على اليدين ينكر علي، أنزل على الركبتين ينكر علي، فأصبحت يقول أرائي في الصلاة، أنظر الذي بجانبي أجعل هو الذي يسجد أول، إذا نزل على اليدين أنزل على اليدين، وإذا نزل على الركبتين ينزل على الركبتين. لكن يقول إشكال، أحيانا يكون واحد بجانبي عن اليدين والثاني على الركبتين. فيقول عندما يعني حصل هذا صنعت شيء وارتحت من الكل، من كل الشباب، ماذا صنعت؟ قال أنا الآن لا أحد ينكر علي، أنزل على الأربع. الذي ينزل على اليدين يظن أنني أنزل على اليدين ولا أنكر علي، والذي ينزل على ركبتين يظن أنزل على ركبتين، والحمد لله. هو لو كان ينزل على اليدين لكان له سلف، ولو ينزل على ركبتين كان له سلف. وتجد هذا نفسه المتناقض، يعني مرة يصنع كذا ويقول يعني لا، قول فلان هو الراجح وقول فلان هو المرجوح، بعد أسبوع يغير ويرجع للقول الأول، وبعد شهر يغير إلى القول كذا، ويرجع إلى أهله ويكلم يعني مثلا الوالد يقول اسمعي ترى النزول على الركبتين هذا الذي ترجح لدي، اتضحت لدي الأدلة بعد البحث، وهو لم يبحث شيء والله ولا يعرف شيء صدق يعني. ثم يأتي للوالدة بعد أسبوع يقول اسمعي المسألة التي ذكرت مسألة مرجوحة ترجح لدي خلاف هذا، والمجتهد إذا تبين له باجتهاده ما يناقض الاجتهاد الأول فله أن يرجع للاجتهاد الثاني، هذا ما ذكره علماء الأصول. فترجع الأمة إلى هذا، بعد أسبوع يأتيها يقول تغير الاجتهاد، ما يصلح هذا، فماذا يصنع؟ يقول لهذه الأم اسمعي خذي بفتوى إمام عالم في كل المسائل ولا يغير، يعني مثلا يأخذ مثلا بقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في المسائل التي يريد، والمسائل التي يعني لا ترق له يقول هذا نأخذ مذهب الشيخ الألباني، وفي هذا يقول لا أخذ مذهب الإمام أبو حنيفة خاصة في النكاح، وأخذ مذهب كذا في هذا من تتبع الرخص تزندق
مفهوم؟ نعم. وأنا الإدارة نكمل أو نتوقف؟ ما أعرف أنا الجدول. في الجدول شوف الساعة كم. شوف هذه 6:30. إذن إن شاء الله تعالى أنا أريد الآن الكل يسجد حتى نرى السجود. إيه نعم، انتهت الحصة بس نريد السجود، نرى السجود. بسم الله إلى القبلة، ما أحد يسجد إلى غير القبلة. اسجد يا أخي، اترك التصوير حتى. بسم الله.